تعالوا نروح لنادي الاهلي وللزميل العزيز شريف شعبان علشان نعرف منه اخر الاخبار الخاصه بتدريبات النادي الاهلي. يا شريف برحب بيك. برحب بك يا زميل عمر، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ورمضان كريم عليك وعلى كل مشاهدينا. كسان طيب، طمنا على تدريبات النادي الاهلي استعدادا لمباراه ام بي يوم الخميس القادم ان شاء الله. يمكن التمرين بدا في التاسعه والنصف، يمكن مستمر امامي اهوت، يمكن بقى لهم ساعه او ساعه الا حاجه بسيطه جدا. يمكن التمرين طبعا استعدادا لمباراه ام بي الخميس القادم بعد الفوز على سموحه. يمكن مستر لاشارتي امبارح كان في اجازه والنهارده كان اول يوم تمرين. يمكن في بدايه التمرين في التاسعه والنصف كان في جلسه ما بين لاشارتي واسد الحفيظ مدير الكره واللاعبين، كانت استمرت حوالي 10 دقائق في الملعب اتكلموا فيها عن الفوز في طبعا مباراه سموحه ونسيان مباراه سموحه والتركيز فقط في مباراه انبي المقبله، التركيز على الحصول على الثلاث نقاط، تقديم عرض قوي، ما ينفعش الفوز يتاخر للدقيقه في الوقت بدل الضائع، يعني لازم الفوز يكون من بدري، لازم يكون في اريحيه من بدري، لازم علشان نستريح كلنا يا شريف، عشان كلنا نستريح كلنا بقى يعني خلاص لحد الدقيقه 99 بنكون على اعصابنا، فنتمنى ان ده يحصل ان شاء الله. ولازم يستثمروا فرص، لازم يحاولوا يحرزوا هدف مبكر عشان خاطر يقدروا يجيبوا الهدف الثاني وخلاص المباراه بدري بدري. يمكن المحاضره يمكن كانت طويله حوالي 10 دقائق لايت قول من اللاعبين، الكل طبعا تعهد على الفوز في مباراه انبي، حذروا من خطوره انبي، فرقه قويه ممكن تكون ترتيبها في الجدول متاخر شويه، لكن حذروا من خطوره انبي، عندهم افراد قويه، عندهم جهاز اهلاوي، فحذرهم من هذه المباراه. يمكن النهارده الجلسات مستمره، يمكن خليني اقول لك ان مستر لاسارتي خد جيلاردو ويمكن خمس دقائق كده لوحده كده على جنب اتكلم معاه ان لازم يبني بقى على الهدف اللي احرزه في مباراه سموحه، لازم بقى يتالق، لازم بقى يورينا مستواه اللي الاهلي اتعاقد معاه علشانه، لازم جيلاردو يثبت نفسه الفتره المقبله، يمكن يستثمر هذا الهدف ويبني عليه. خليني اقول لك ان جيلاردو بعد الجلسه كان مكسر الدنيا، يمكن المعنويات وهو فرحان ان المدير الفني بيتكلم معاه، المدير الفني بينصحه ان لازم يقف بقى ويستثمر الهدف. لا فارقه جدا جلسات، بس لاسارتي بيمتاز بالجلسات النفسيه مع لاعبي النادي الاهلي، بيبقى ليها قبول وبيبقى ليها يمكن اثار كبيره. يمكن برضه لاسارتي من شويه علي معلول يمكن جلسه طويله جدا حوالي 10 دقائق اتكلم معاه، يمكن الراجل بيمتاز بهذه الجلسات. يمكن طبعا اللاعبين اللي شاركت في مباراه سموحه النهارده بيبقى التمرين طبعا انت لعيب كوره كبير، بيبقى النهارده الريكفرنج طبعا ما بيبقاش في تمرين ليهم، ممكن جريوا حوالين الملعب، دخلوا الجيم، يعملوا الثلج النهارده. يمكن باقي اللاعبين كلهم الحمد لله بيشاركوا النهارده في التمرين، كان في احماء وبعد كده اطالات ودوائر، وعمل تقسيمات صغيره لمجموعه ومجموعه اخرى عمل تخصص على الجول. على الجانب الاخر كابتن طارق سليمان معاه اربع حراس، شريف اكرامي، علي لطفي، الشناوي، مصطفى شوبير، احمد طارق، يمكن الكل شغال النهارده. مستر لاسارتي كمان عمل الجديد، هو مدير الكره كابتن صقر الحفيظ، يمكن هو اثناء التمرين عمل جلسه مع كباتن الفريق اكرامي، عاشور، الشناوي، احمد فتحي، يمكن عمل معاهم جلسه حوالي خمس دقائق برضو، ان لازم يتكلموا مع اللعيبه خلاص بطوله الدوري في اخر الانفاس، لازم تفنش المباريات المقبله، لازم نفوز على فريق انبي، لازم يتكلموا مع اللعيبه، لازم يحسوا اللعيبه ان مفيش تهاون او استهتار في الفتره المقبله، سايبين حاجه للظروف، الجهاز الفني مع لاسارتي والكابتن سيد مستعدين حاجه للظروف، الكل شغال، الكل بيجتهد، الكل عاوز يدفع جماهير النادي الاهلي، الكل بيحاول باذن الله ان يفنش بطوله الدوري الممتاز باذن الله. دعواتك ودعوات كل الاهلاويه ان الاهلي يحصل على اللقب الموسم ده باذن الله. شريف، يمكن انا عايز ارجع معاك في كلامك لنقطه مهمه جدا، ان متبقي اربع لقاءات مهمه جدا واربع لقاءات حاسمه ان شاء الله، 12 نقطه يحسموا لقب الدوري النصر الممتاز للمره 41 في تاريخ النادي الاهلي. لكن انت قلت ان مستر مارتن لاسارتي عنده حته كويسه جدا وهي العامل النفسي، وانه دايما بيتكلم مع اللعيبه، هل انت شايف ان هو ده وده اللي انا قلته، هل ده اللي ظاهر قدامك ان مستر مارتن لاسارتي مهتم خلال الفتره اللي جايه بالكلام النفسي اكتر من الكلام الفني، وهو ده اللي هيكون الدافع الاكبر واللي هيدي اللعيبه الرغبه الاكبر ان هم يحققوا الانتصارات من خلال اربع لقاءات مهمه جدا؟ طب بص يا عمر، انت لعبت كوره وكنت لعيب كبير يعني عشان كده بسالك. لعيب النادي الاهلي او لعيب النادي الاهلي مثلا زي حسين الشحات مثلا، حد يختلف على حسين الشحات؟ حد يختلف على رمضان صبحي؟ لا طبعا. حد يختلف على مروان؟ حد يختلف على صلاح؟ النادي الاهلي يمتلك افراد قويه جدا، ولكن
زي جيلاردو مثلا، الاهلي يعني بتعاقد مع جيلاردو لعيب هداف، لعيب مكسر الدنيا في انجولا، بيجي النادي الاهلي لسه ما تالقش، لسه ما وفقش، لسه التوفيق غايب عنه. فالراجل عارف ان الامكانيات بتاعت اللعيبه عاليه جدا، ولكن عندهم بقى ضغط المباريات عامل لهم يمكن ضغط نفسي شويه، يمكن توالي المباريات والمكسب والخساره وخروج من بطوله افريقيا ماثر عليهم وضغط عليهم الجماهير، ضغط عليهم من ناحيه ثانيه. المجلس طبعا بعد اللي عمله كله مع هؤلاء اللاعبين، الكل عاوز يظهر للمجلس ويعني ويقولوا احنا لا احنا موجودين واحنا نستاهل المبالغ اللي دفعت فينا، فلازم نكسر الدنيا. انا سارتي الجلسات التفسيريه بتفرق مع اللعيبه، بنتكلم مع اللعيبه، يعني جيلاردو احرز هدف، فلا تبدع الهدف، انت احرزت هدف، خلاص الثقه بدات ترجع لك تاني، لازم بقى تظهر بقى المباراه المقبله بشكل احسن، لازم تفنش بشكل احسن بكده امام الجول، بيضيعوا جون كتيره جدا اذا كان مثلا ازارو او كان جيلاردو او الشحات ايا كان يعني. فهذه الجلسات بتفرق طبعا مع لاعبي النادي الاهلي بطريقه رائعه. وكان انا بقول لك النهارده في التمرينه، لا انا شايف في تالق كبير من اللاعبين في التدريب، صور الراجل عاملها، لا الجلسات النفسيه الراجل بيمتاز فيها، والراجل بقى له فتره بيعقدها مع اللاعبين، وفعلا الجلسات دي بتبقى ليها اثر كبير جدا على لاعبي النادي الاهلي، وباذن الله يكون هي عامل السحر في فوز النادي الاهلي باللقب رقم 41 باذن الله. شريف، يمكن انا قلت برضو ان كان في تدريبات خاصه للاعيبه اللي لعبوا مباراه سموحه واللي عندهم يعني ممكن يكون اجهاد بعض الشيء بعد المباراه الكبيره اللي قدموها قدام سموحه، وكمان احنا داخلين على نهايه الدوري، وبالتالي في يعني حمل بدني عالي وبيكون في بعض الاجهاد اللي موجود، الفريق الاول او المدير الفني بيحاول ان هو يعالج الاجهاد ده ببعض التدريبات الخاصه من قبل اليخاندرو. هل الكلام ده فعلا صحيح، وان التدريبات اللعيبه هتكتفي ببعض التدريبات البسيطه وبعديها يكون في تدريبات استشفائيه وخلصوا التمرين على كده اللعيبه الاساسيه، ولا هيكون في تدريبات ثانيه قبل التمرين الاستشفائيه؟ هو طبعا الراجل معودنا في الفتره الاخيره يمكن بس ثلاث ساعات معاه جهاز على اعلى مستوى، يمكن مدرب الاحمال بالتحديد، يمكن الراجل بقى له فتره قدر يعني الاصابات بدات تقل بصوره، نمسك الخشبه طبعا قويه جدا، يمكن عشان الراجل بدا يفهم طبيعه اللعب المصري، بدا يفهم ان هنا في مصر كل ثلاث ايام ماتش وممكن كل خمس ايام ماتش واربع ايام ومفيش جدول منتظم، فبدا الراجل يتعامل مع الواقع. بعد مباراه سموحه امبارح اللعيبه خدت اجازه، النهارده في التمرين طبعا ما بيشاركوش في التمرين غير يمكن احماء كده اهوت حوالين الملعب، جري خفيف حوالين الملعب، وبعد كده تمرينات جيم وبينزلوا الثلج على طول. بكره بقى يبدا يرفع لهم الحمل سنه صغيره ويبدا ينزل بيه بقى قبل المباراه. فالراجل بيعرف يتعامل مع اللعيبه اللي شاركت في المباراه بشكل كويس، اللعيب اللي شارك 90 دقيقه غير اللعيب اللي شارك شوط او اللي شارك 60 دقيقه او 30 دقيقه ايا كان، يعني الراجل موزع الاحمال والراجل عارف مين شارك ممكن يتمرن قد ايه ومين ما شاركش او شارك بنسبه صغيره ممكن يتمرن قد ايه. فلا ما تقلقش من الجزئيه دي، اللعيبه اللي شاركت في مباراه سموحه ما بيشاركوش امامي، يمكن بس اكتفوا النهارده بالجري حوالين الملعب وبعد كده الجيم، وهم دلوقتي الان في الثلج، وبعد الثلج هيغادروا النادي على طول، وبكره بقى يبداوا تمرين عاديه مع باقي زملائهم، وبيرفع الحمل للعيبه اللي ما شاركتش في مباراه سموحه خالص عشان خاطر يبقى الاحمال واحده مع لعيبه النادي الاهلي. انت لازم شفت تدرب خلاص بقى، يعني بعد الوصف التفصيلي اللي بتقولوا لي ده والحمل العالي، لا يعني مدرب كبير، يعني مدرب كبير وكلام، يعني بصراحه بتوصف لي كل الاحداث اللي موجوده وكل الاخبار زي ما الكتاب ما يقول، عشان تقرب للساده المشاهدين كل ما يحدث حاليا في تدريبات النادي الاهلي. لحد دلوقتي يا شريف التدريب شغال صح؟ التدريب شغال بقى له يمكن ساعه، وزي ما قلت لنا عمر يمكن عودونا في قناه النادي الاهلي ان لازم مشاهدي قناه الاهلي يلاقوا خدمه خمس نجوم، يمكن فلازم نقدم خدمه خمس نجوم لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، باذن الله يكون الفوز يوم الخميس ان شاء الله النادي الاهلي على انبي باذن الله، والنادي الاهلي يحسم اللقب رقم 41 في تاريخه باذن الله. ان شاء الله يا شريف بشكرك شكرا جزيلا. شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي من ملعب مختار التتش بالجزيره، وكان يعني اتكلم معانا بالتفصيل عن كل ما يحدث في تدريب النادي الأهلي.